عاجل تصريح رائع لزياش بعدما سجل في مرمى أتلتيك مدريد. رائع نصيري ينافس بنزيما بكل قوة. منديل قد يسقط من لائحة خليلوزيتش. حمد الله أفكر في تحقيق الهدف رقم 200. بدر بانون يغادر الأهلي ويحل بالمغرب. أسامة الإدريسي وداع غامض مع اقتراب الموسم الجديد. السلام عليكم متابعي قناة المنتخب نيوز، شكرا على تفاعلكم، شكرا على دعمكم المتواصل، ولا تنسى تشجيعنا بخطوتين: الاشتراك في القناة ودعمنا معنويا بضغطك على زر الإعجاب. استعاد حكيم زياش عافيته وتألقه في الأسابيع الأخيرة بعد عودته بشكل تدريجي لتشكيلة الأساسية، واليوم كافأه نفسه بتسجيل هدف في شباك الحارس يان أوبلاك، مساهما في تأهل تشيلسي لربع نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب أتلتيكو مدريد الإسباني. وظهر الأسد المغربي أمام الكاميرات بعد نهاية المباراة وبدا سعيدا، حيث قال: إنه فوز كبير ومهم، أعتقد أن عشاق النادي والجميع هنا في تشيلسي سعداء، قبل أن يتحدث عن هدفه قائلا: لقد كانت هجمة مرتدة رائعة، الآن نسير في الطريق الصحيح وعلينا أن نواصل التحسن وتقديم أداء جيد، وسنحاول أن نمضي قدما في المسابقة. وفي رده على سؤال الصحفي بشأن حاجته للوقت بغية ضمان مكان في تشكيلة المدرب توماس توخيل، رد زياش بالقول: أحاول دائما تقديم أفضل ما لدي وأتدرب جيدا، صحيح أن الأسبوعين الماضيين كانا صعبين، لكنني لا أستسلم أبدا. وعن التفاهم الذي ظهر بينه وبين الألمانيين تيمو فيرنر وكاي هافيرتز، قال حكيم: نعم هناك تفاهم كبير بيننا، ونعرف كيف يتحرك تيمو، ونحاول دائما استغلال المساحات. نجح يوسف نصيري في إضافة هدف جديد لرصيده بعد هز شباك نادي إلتشي في المباراة التي حسمها إشبيلية بهدفين نظيفين عن المؤجل للجولة الثانية من الدوري الإسباني. واستطاع مهاجم المنتخب المغربي بفضل هدف هذا أن يرفع رصيده إلى 15 هدفا في الليغا، وبات بذلك يتقاسم المركز الثالث لترتيب الهدافين في الدوري مع نجم ريال مدريد الفرنسي كريم بنزيما وجيرارد مورينو مهاجم فياريال، حيث سجل كل واحد منهما 15 هدفا أيضا، فيما يتصدر ليونيل ميسي الترتيب ب 21 هدفا متموعا بأورغوياني لويس سواريز ب 18 هدفا. ونجح الأسد المغربي في تسجيل في المباراتين متتاليتين بعد أن هز الشباك الأحد الماضي في ديربي الأندلس ضد ريال بيتيس، علما أنه كان قبلها قد سجل احتياطيا في 4 مباريات متتالية في الليغا، وما أن أتيحت له الفرصة معانقة رسمية من جديد عاد لهز الشباك وتهديد خصومه. أعلنت إدارة نادي شالكا الألماني أن مدافعه المغربي حمزة منديل تعرض لإصابة على مستوى الكاحل خلال تدريب الفريق، ولم يحدد الطاقم الطبي للفريق الأزرق المدة الذي قد يغيب عنها الدولي المغربي، في حين سيخضع لبرنامج علاجي من أجل تجهيز للعودة إلى الملاعب. وبات محتملا أن يغيب حمزة منديل عن لائحة الأسود التي ستدخل في معسكر تحضير لمبارتين الجولتين الخامسة والسادسة من تصفيات كأس إفريقيا للأمم 2022 بالكاميرون أمام موريتانيا وبوروندي. ولم يخد حمزة منديل الكثير من المباريات مع شالكا، إذ ظل ملازما في أغلب دورات البطولة البوندسليغا الألمانية بكرسي الاحتياط ناديه. وقع عبد الرزاق حمد الله مهاجم فريق النصر السعودية الهدف رقم 100 له مع الفريق بعد تسجيله في مواجهة فريقه أمام العين الثلاثاء الماضي ضمن مباراة دور ربع نهائي كأس الملك على ملعب مرسول بارك في الرياض. وسجل المهاجم حمد الله 67 هدفا في الدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، و20 هدفا في كأس الملك، و11 هدفا في بطولة دوري أبطال آسيا، بين
عندما أحرز هدفين في كأس السوبر. وأكدت صحيفة الرياضية السعودية أن المهاجم المغربي استطاع إحراز سوبر هاتريك بأربع مرات، كما أحرز الهاتريك في ست مرات، وشهدت 14 مباراة إحرازه ثنائية. وأورد المصدر ذات تصريح لحمد الله قال فيه: الوصول إلى الهدف رقم 100 يجعلني أفكر في تحقيق الهدف رقم 200، لأن طموحي لا يتوقف أبدا داخل الملعب، مطالبا من إدارة نادي تجهيز الخامس برقم 200، مشددا في الوقت ذاته على أن فريقه يستهدف التتويج بكأس مالك خلال الموسم الجاري. وقالت إن فريق الرائد والفيحة أكثر الفرق التي زار حمد الله شباكه بواقع 10 أهداف لكل منهما، يليها الاتحاد والتعاون بسبع مرات، وتأتي شباك الهلال والضمك والاتفاق والوحدة بواقع 5 أهداف. يحل بدر بانون لاعب نادي الأهلي خلال الساعات المقبلة بالمغرب للانضمام للمنتخب الوطني والمشاركة معه في مباراتي موريتانيا وبوروندي. وكشفت تقارير صحفية مصرية أن مدافع بدر بانون عاد مبعثة الأهلي للقاهرة في الساعات الأولى من صباح الأربعاء بعد الفوز على فيتا كلوب باستاد الشهداء في العاصمة الكونغولية كينشاسا ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الأولى بدور المجموعات لدور أبطال إفريقيا. وتمكن لاعب فريق الرجاء السابق من فرض وجوده في فريق الأهلي منذ انضمامه للقلعة الحمراء بعدما قدم عروضا قوية وبات أحد الأعمدة الرئيسية داخل الأهلي. لا يعرف أسامة الإدريسي كيف سيكون وضعه خلال الموسم القادم، حيث يلعب حاليا لأياكس على سبيل الإعارة إلى نهاية الموسم قادما من إشبيليا الذي يرتبط به لعقد لمدة 5 سنوات. أسامة الإدريسي الذي عانى من لعنة الإصابة في بداية موسمه مع فريقه الجديد إشبيليا لم يستطع التأقلم بشكل جيد، وعندما أتته فرصة العودة لهولندا لم يتردد في قبولها وانضم لصفوف أياكس على سبيل الإعارة إلى نهاية الموسم رغبة في احتكاك أكثر وفي خوض أكبر عدد من الدقائق في انتظار أن ينتهي الموسم الحالي ليعرف كيف سيكون مصيره. وعندما سئل الإدريسي عن مستقبله وكيف يراه لم يعطي إجابة واضحة، وقال في تصريحات لصحيفة هيسبارول الهولندية: كان من الصعب اللعب مع إشبيليا بسبب الإصابة التي تعرضت لها في بداية الموسم، لكن مع ذلك لم أشعر باليأس، إنما أرى أن انضمامي لأياكس فيه ربح للجميع. وأضاف: إشبيليا وأياكس كلاهما يخوضان الكثير من المباريات، لكن التدريبات في أياكس أكثر كثافة خصوصا بالنسبة للاعبين الأقل مشاركة في المباريات، وهذا مهم جدا بالنسبة لي. مستوى أياكس رائع جدا ويناسبني.